أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من حديث العلم، نتعرف فيها على أحد الاختراعات المصرية التي طبقت ونفذت وكانت النتيجة طيبة. يشرفنا للحديث عن هذا الاختراع الأستاذ أيمن عوض. أهلا بحضرتك أستاذ أيمن. نتكلم مع حضرتك على جهاز ونظام كهروميكانيكي للإطفاء الآلي للسيارات. دي فكرة الاختراع وده مسمى، عايز أعرف من حضرتك إيه المقصود بهذا الاختراع؟ الجهاز ده عبارة عن نظام إنذار وإطفاء آلي لجميع أنواع المركبات، ويدخل كمان في المنشآت. جميل. عبارة عن إحنا بنركب حساسات بدرجات حرارة معينة حسب كل مركبة. نعم. يعني درجات حرارة متفاوتة بين كل زي بعضها، وبنركب اللوحة عند السواق، لوحة الإنذار والتحكم الآلي، وخزان الإطفاء بيتركب في الشنطة. الحساسات عند ارتفاع درجة الحرارة في الحريق أو الخطورة خالص، بيدي الحساس إشارة كهربائية للوحة اللي عنده، بتديلي إنذار، بتديلي مبين ضوئي بيحدد له المكان، وفي نفس الوقت بتديني إنذار صوتي عشان لو حتى السواق مش موجود في المركبة أو لو ما فيش حد بيدي إنذار يسمع الموجودين. اللوحة الكهربائية بتدي إشارة لخزان البودرة اللي موجود في شنطة المركبة أو الأتوبيس، إشارة كهربائية بيفتح آلي. العملية دي كلها بتتم في خلال 40 ثانية عن طريق مواسير موزعة من شنطة الأتوبيس لرشاشات داخل غرفة المحرك أو جميع الأماكن اللي أنت عايز تأمنها في الأتوبيس. لو عايز أأمن غرفة، لو عايز أأمن الصالون، بس طبعا المادة البودرة، المادة اللي بطفي بيها بتختلف عن غرفة المحرك. لو عايز أأمن برج التكييف، لو عايز أأمن شنطة سيارة، الجهاز طبعا ينفع جميع أنواع المركبات، ينفع جميع منشآت. النظام ده نظام كهرومي يختلف، عشان يعني المشاهد بيفكر ان النظام ده يقول ان في نظام انذار واطفاء آلي موجود في المنشآت، ده يختلف عنه، لان ده نظام كهروميكانيك بتاع المنشآت، نظام يعتبر الكتروني بحت، نسب الخطأ بتاعته عالية. اما النظام ده انا خدت بيه براءة اختراع مصري، وخدت بيه توثيق دولي من جنيف بسويسرا، اللي هي المنظمه العالميه للملكيه الفكريه بجنيف بسويسرا، وخدت موافقه بالتصنيع بجميع خطوات الجهاز. بعد كده عملت تعاقد مع شركه حلوان للصناعات الهندسيه، انتاج مشترك بيننا وبينهم لانتاج الجهاز، وفعلا انتجنا للمركبات الاتوبيسات الكبيره، وركبنا في عدد كبير برضو يعني من الاتوبيسات، ومحقق نجاح الحمد لله. جميل. يعني حضرتك حصلت على براءه اختراع ونفذت هذا الاختراع نتيجة اعتراف الجهات اللي حضرتك متعاقد معها، سواء كانت مصانع حربية او مصانع الكترونيات، علشان خاطر تنتج هذا الاختراع وتوفره في الاسواق للسيارات المختلفة وبالاحجام المختلفة زي ما حضرتك اشرت. ده الجديد حاليا هنعمله. الجميل انه يعني هذا الاختراع يعني زي ما بيقولوا يعني بيطفئ النار قبل ان تشتعل، يعني ده شيء طيب وجميل. ولكن من منين جت لك الفكره؟ يعني هل من المعاناه من الواقع اللي حضرتك بتشوفه، هل استقيت الفكره من فكره مشابهه، وهل ليها نماذج مشابهه في الدول الاخرى؟ هي ليها نماذج مشابهه. انا الفكره استقيتها من الانظمه الموجوده عندنا في المنشات، وفي بعض اتوبيسات كانت بتنزل بانظمه انذار بس عندنا في مصر، لكن انا الفكره ما هي موجوده، تعتبر موجوده بالنسبه للمنشآت من زمان، لكن انا صنعت جهاز يتحمل الخدمه الشاقه في الاتوبيسات، نظام كهرباء، لان الانظمه اللي موجوده ما كانتش تنفع في، لو جيت اخدها اركبها في اتوبيس تتلف على طول، ما تنفعش. لذلك المصانع الحربيه كان عندها نظام الاطفاء اليدوي من سنين، ومحتاجه ان هي تطوره. لما انا خدت براءه الاختراع دي عملنا مع بعض تجارب يعني، وعملنا عقد انتاج، لان لقوا النظام ده اصلح نظام في العالم، اللي هو يتحمل، لانه ده واخد براءه مصر وبراءه دولي ويتحمل الخدمه الشاقه. وبعد بالنسبه لان انا كنت شغال في الاتوبيسات، انا كنت فني كهرباء في شركه الاتوبيسات، ففي بعض الاتوبيسات بتتحرق، ودي خساره كبيره للبلد. الاتوبيس تمام، ارواح كمان ومعدات، ارواح ومعدات. وبعدين انت عندك حاليا عربيات كتير زي عربيات الشرطه بتتحرق، يعني الجهاز يصلح لكل حاجه. عايزين بقى نعرف ايه المواد اللي ممكن تستخدم على حسب كل عربية، وزي ما حضرتك أشرت كمان كل مكان ممكن يكون فيه حرارة أو حريق، لأنه المكان اللي فيه أفراد غير المكان اللي فيه محرك، غير المكان اللي فيه بنزين، غير المكان اللي فيه مواد أخرى ممكن تطفأ بالماء. يعني ممكن إزاي الجهاز دوت أو الطفاية
الملحقه بالجهاز تطفي حرائق مختلفه. هو يعني احنا بفضل الله بالتعاون مع شركه حلوان للصناعات الناريه ومصنع السنس الحربي، ومعايا برضو دخل يعني كنت تقابلت مع رجل اقتصاد مع واحنا بنتقابل مع وزيره البحث العلمي الدكتوره ناديه زخاري قبل كده، فتبنى معايا برضو تطوير المشروع اللي هو الدكتور ماهر هاشم شغال تبع جامعه الدول العربيه خبير اقتصادي. فده برضو يعني اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا نطور في المشروع علشان يركب في كل انواع المركبات زي ما حضرتك اشرت. فعملنا دلوقتي مع هو مطبق حاليا على بعض الاتوبيسات فقط، مطبق في الاتوبيسات الكبيره. فعملنا دلوقتي عملنا تطوير مع برضو بالاشتراك مع 99 حربي، عملنا تطوير في عينه جديده مطوره على اساس ديت يتعمل زيها في مصنع الالكترونيات اللي هو العسكري ببنها، واديناهم العينه وبفضل الله عملنا معاهم تعاملات ان هم هينتجوا اللوحات بتاعه الجهاز في مصنع بنها اللي تركب على هتعمل بقى جميع انواع المركبات. يعني تركب على اتوبيسات، تركب على هيطلع هيبقى في خط انتاج شغال يطلع الاتوبيسات، يطلع للسيارات ملاك، يطلع سيارات ميكروباص، يطلع للسيارات طبعا حجمها اكيد بيختلف كمان اسباب الحراره في حجمها. هو اللي بيختلف بس الحجم وعدد النقاط اللي عايز تطفيها في كل مركبه. هو الحمد لله الجهاز بيدي انذار وبيحدد مكان الحريقه وبيفصل الكهرباء اوتوماتيك عن لان عدم فصل الكهرباء في حاله الحريق خطوره، وبعد ما بيطفي بيتعبي تاني طفايات عاديه. فان شاء الله الانتاج الجديد يعني على وشك الخروج من مصنع بنها هيبقى فيه، وان شاء الله ده هيبقى نظام متوفر في مصر ملوش بفضل الله يعتبر يكاد ملوش يصاب خطا، هيبقى متوفر يخش منشآت، هيبقى سعره صيانته هتبقى متوفره مش زي يعني في انظمه كانت بتيجي بقى برضو بعد كده في بعض معدات مستورده لكن تكلفتها عاليه وليها نسب خطا وما بتتصلحش لانه بيديك تكنولوجيا معقده. احنا بفضل الله احنا عاملين تكنولوجيا متطوره جدا الحمد لله واخدين بها موافقه دوليه، ولكن مبسطه عشان نسب الخطا ما بيبقاش فيها اعطال وتبقى في متناول اي حد ممتنع يعني. وبدايه حضرتك تقريبا على حسب ما فهمت من كلامك تم انتاج الوحدات الاولى بشكل يدوي، لكن دلوقتي في خطوط انتاج في المصانع اللي حضرتك اشرت اليها. والطفايات ممكن تمونها باي ماده اطفاء سواء ميه او بودره او غاز ماده بتتحط حسب المكان على حسب المكان ومعيار الحراره برضه حسب المكان. يعني دي حاجات احنا بنقيسها وبنحط حسب المكان دي في المقايسه بتتعمل. جميل ان انا بسمع من حضرتك ده يا استاذ ايمن، والحقيقه يعني اختراع طيب وجميل، ولكن يعني على خلاف غيره من بعض الاختراعات اللي بتصادفنا في هذا البرنامج ما سمعتش من حضرتك شكوى انه قابلتك مشكله معينه او اعتراف او عدم اعتراف. يعني تقدر تشرح لنا لغايه ما وصلت الاختراع دوت هل قابلتك مشاكل بالفعل وقدرت تتجاوزها ولا الحمد لله كان الخط ميسر؟ لا والحمد لله قابلتني مشاكل كتير وتخطيتها الحمد لله. ناخد فكره عنها لانه دي اكيد برضو تجربه لبعض الناس اللي ممكن تكون يعني على في يعني. ناس كتير ممكن تحبطك في اي جهه مثلا كده. انا بفضل الله ما قابلتني الحاجات دي في الاول.